نشكر من الاجهزه الامنيه المتمثلة باخونا الاستاذ حيدر وجميع اهالي قضاء الكحلاء. مناشداتهم اللي وصلت الى ابعد مكان والناشطين اي واحد نشر العمود سكيبي هذا الانسان الفقير نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه نشوف العالم من عنده ولا تصور فيه وهسه هو طلع مكفل ان شاء الله وان شاء الله هاي مرحله تغير بعمود سكيبي وان شاء الله اهل الكحلاء انتم تساعدونا نرجع ونقول نشكر من الاجهزه الامنيه اللي موجوده بالقضاء وموجوده بمحافظه ميسوان على حسن التعامل والف شكر وشكرا للجميع. نشكر من الاجهزه الامنيه المتمثله باخونا الاستاذ حيدر وجميع اهالي قضاء الكحلاء ومناشداتهم اللي وصلت الى ابعد مكان والناشطين اي واحد نشر العمود سكيبي هذا الانسان الفقير نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه تشوف العالم من عنده ولا تصور فيه وهسه هو طلع مكفل ان شاء الله وان شاء الله هاي مرحله تغير بعمود سكيبي وان شاء الله اهل الكحلاء انتم تساعدونا نرجع ونقول نشكر من الاجهزه الامنيه اللي موجوده بالقضاء وموجوده بمحافظه ميسوان على حسن التعامل والف شكر وشكرا للجميع. طبعا الحمد لله وشكرتهم اطلاق صراحي واي واحد قال لكم انه اذوني او ضربوني او ما اعرف ايش هذا كله كذب هي كانت اجراءات قانونيه تخص المحتوى واكو كم مقطع فيديو كان عندنا بإساءة ومزحن والحمد لله والشكر لكن تظهرون مقاطع جديده قلت لكم كم فيديو مو المحتوى كله لا اكو كم فيديو بإساءة وانتظرونا بمقاطع جديدة وشكرا لكل واحد وقف ويانا وما قصرتوا مشكورين من متابعينا كلهم وشكر وتقديري لنقابة الفنانين وبالخصوص كان محمد عطية وشكر وتقديري لنقابة المحامين وشكر وتقديري خصوصا لأبناء الأمير خالد جبر العلي ما قصرتوا ويانا أهل العمارة العراق بصورة عامة ما قصروا ويانا متابعينا وألف شكر من عندكم يا طيبين. أنا حسن الشمري دائماً أقولاً أنا فنان مو مشهور أنا فنان لأنه أنا مكرميني أفضل ممثل بالجنوب جائزة أفضل ممثل بجنوب العراق من مديرية الشباب والرياضة وبالنسبة لنقابة الفنانين أنا أحد أعضاء نقابة الفنانين والحمد لله والشكر مستلمها من نقابة الفنانين قلادة الإبداع هاي الحمد لله ومن باقي المؤسسات الخيرية وهيجي ماخذ جائزة أفضل شخصية إنسانية في محافظة ميسان والحمد لله لكن هي الأخطاء تبدر وبدر من عندي إنه خطأ بمقطعين أو أربعة والحمد لله والشكر الإنسان يصحح من نفسه والسهم لازم يرجع ليه ورا حتى ينطلق والحمد لله وأما بالنسبة للبونغرامات هاي بونغراماتي والحمد لله شهايد التقديرية اللي مشارك بهن بالمهرجانات القطرية وال